طردت في أجواء ممتازة جدا لا الناس اللي يسعوا عليها ولا المشاركين ولا جميع الأطراف التقنية. تنبغيو نشكرو اللجنة التقنية اللي على رأسها السي عبد الرزاق العمراني، الأستاذ الكبير السي سعيد عبد الناصر، السي عاجل السيح، وما ننساوش الشكر الكبير للرئيس ديال الممثل ديال الفرق ديال الفوتسال داخل العصبة السي سعيد الدكاري، لأن عنده الفضل الكبير ديال هاد اللعبة داخل مدينة مراكش. والاجواء ولله الحمد لله دازت بخير وعلى خير في هاد الخمس ايام. بالنسبة للأجواء كانت ديال لا فورماسيون من النهار الاول فاش بدينا حتى اليوم اللي هو اليوم الاخير، كانت اجواء جيده بين اللي كون جيده. كانوا لي فورماسيون في المستوى، تلقنا مجموعه ديال الامور اللي ما كناش تنعرفوها في الفوتسال. بالنسبه للتكوين اول مره، ثاني مره تيكون بالنسبه للعصبه. كنشكروا المكتب ديال العصبه من الرئيس لجميع الاطر اللي معاهم في المكتب، كما نجدد الشكر وجزيل الشكر اللي كوتش لي. بالنسبه للدوره هذه التكوينيه تنشكر الاطر، اللجنه التقنيه، الشكر حار لان الدوره التكوينيه دازت في المستوى ومستوى مزيان. الحمد لله حنا عندنا محظوظين بان كان معنا واحد الاستاذ كي تنقولوا السي سعيد عيط ناصر ولا عادي السيح ولا اللجنه التقنيه بسعاده عبد الرزاق العمراني. الحمد لله دازت الاجواء في المستوى، كل شيء داز الحمد لله مزيان. وتنشكر السعيد الدكالي على المجهودات اللي كيقوم بها وعلى المجهودات اللي كيقوم في اللجنه اللي في كره القدم داخل القاعه. غادي يعطي ان شاء الله واحد كي تنقولوا الكره المصغره غادي تعطي واحد مجهودات مزيانه ان شاء الله من هنا لقدام اللي غادي يعطيها السعيد الدكالي. وتنشكروا الشكر حار للسعيد الدكالي، لاول الانسان اللي دخل الكره داخل القاعه مدينه مراكش، والحمد لله غادي يعطي ان شاء الله واحد غادي تعطي الكره القدم داخل القاعه غادي تعطي واحد ان شاء الله واحد الامتياز كثير ان شاء الله من هنا لقدام. وتنشكر للشباب اللي كانوا معنا في هذه الدوره التكوينيه، ان شاء الله غادي توما غادي ان شاء الله يعطوا الكلمه ديالهم هنا لقدام. وتنشكر جميع الاطر اللي كانوا، وشكرا للفجر الصفور على هذه الاستضافه هذه.